وللمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. أهلا وسهلا بك رائد. إذن أهلا، أبدأ معك أولا مع يعني هذه الارتفاعات المتتالية للأسواق الأمريكية، المستويات القياسية المتتالية إن كان على الأس أند بي إن كان على الداو جونز، الاتجاه لتسجيل خامس شهر على التوالي من المكاسب وأيضا مكاسب على مدار الربع الثاني من هذا العام، فكيف تقرأ ما نراه من انتعاش وليس فقط على أسهم الماجنيفيسنت 7 وإنما أيضا على أسهم الشركات الصغيرة بعد تخفيض الفائدة الأمريكية؟ بالتأكيد نحن عم نشوف أداء استثنائي لأسواق الأسهم الأمريكية خلال هذا العام، وحتى في شهر سبتمبر اللي نحن متعودين نشوفه بأداء متراجع نسبيا ذلك في القراءات التاريخية السابقة، نحن عم نشوفه كمان عم يقترب من الانتهاء من بارتفاع ملفت، والسبب يعود حقيقة بشكل واضح للسياسة النقدية أو مستقبل السياسة النقدية المرن أو الأكثر سهولة الذي يتبناه الفدرال الأمريكي كنهج جديد، ويعني المرحلة الجديدة من السايكل النقدية. وحقيقة يعني بعد ما كان عندنا البيج ماك أو خلينا نقول الماجنيفيسنت 7 أو الشركات ذات رأس المال الكبير كانت هي مسؤولة بأكثر من 80% من الارتفاعات في مؤشرات الأسهم الرئيسية، نعود مرة أخرى لنشهد ارتفاعات على كافة قطاعات وعلى كافة على نسق كبير من الأسهم، وهذا مرد إلى أنه نحن عم نشوف مستقبل جديد من سياسات نقدية متساهلة. وطبعا الأنظار تتجه إذا ما سوف يكون هذا الأداء بنتيجة يحقق الهبوط السلس الذي يبحث عنه الفدرال الأمريكي أم لا، ولكن الأنظار متجهة إلى أنه إذا ما سيكون هناك خفض أكبر في أسعار الفائدة، فبالتالي جزء كبير من الانتعاش اللي نحن عم نشوفها هي بنتيجة توقعات مستقبلية بخفض 50 نقطة أساس ممكن تكون بالاجتماع القادم من أو أقل من ذلك. بالتالي عم بيكون في عنا هذا الحماس أو التحفيز أو المومنتوم اللي نحن عم نشوفه بأسواق الأسهم في الفترة الحالية. رائد، أيضا هناك ترقب اليوم لكلمة جيروم باول، ماذا برأيك سنسمع من باول، وهل من إشارات برأيك حول السياسة النقدية في اجتماع نوفمبر المقبل؟ لا أعتقد بجديد سوف يكون هناك أكثر من باول في من ما يعني توضح في خطابه الأخير، لأنه نحن ننتظر مجموعة من البيانات على رأسها النون فارم بيرول ممكن تكون يوم الجمعة، ومزيد من البيانات المتأتية من سوق من التضخم وسوق العمل حتى يكون في عنا رؤية أوضح وكلام أوضح. ولكن أعتقد السيناريو الأبرز أنه الفيدرالي سيبقى متمسكاً بأنه هو يحقق الهبوط السلس دون أن يكون هناك أذى كبير في الاقتصاد الأمريكي ودون أن نرى بيانات سلبية أكبر، وإن حدث ذلك ربما يكون هناك تدخلات أكبر. أعتقد الأنظار تتجه إلى جيروم باول إذا ما كان هناك رضا نسبي على أداء الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة سيكون، وإذا ما كان هناك رغبة من صناع سياسة نقدية داخل اللجنة الفيدرالية المفتوحة إلى تبني سياسة يعني متساهلة بسرعة وأسعار فائدة أقل بشكل كبير. إذا كان هناك تعديل على الدوت بلوت بشكل سريع ممكن يكون في عنا يعني فقدان ثقة مؤقت داخل الأسواق، وربما يسبب ذلك نوع من الكيوس أو الفوضى. لكن حتى الآن أعتقد الفيدرالي رسالته واضحة، وممكن يكون في عنا رغبة بأنه من أو ما ننتظره من جيروم باول تأكيد على النهج المتيسر من السياسة النقدية، والأمر أنظار تتجه إلى أنه يكون في عندنا تقليصات كبيرة في أسعار الفائدة، ذلك سوف يسمح بأنه ينهي العام سوق الأسهم بأداء ملفت وقوي جدا في كافة القطاعات. منذ قليل رائد أيضا كنا سمعنا تصريحات من كريستين لاغارد يعني وفيما يتعلق بتوقعاتها بأن التضخم بات يعني يتجه نحو السيطرة، هل تقرأ هذه التصريحات من لاغارد على أنها إشارة إلى أن البنك المركزي قد يتوجه لخفض الفائدة في اجتماعه المقبل؟
أعتقد العملية أكثر حساسية فيما يتعلق بالمركز الأوروبي واقتصاد اليوروزون. ممكن جدا أنه يكون في هناك تمهل نوعا ما في عملية تبني أسعار الفائدة المنخفضة، لأنه أي خروج عن التضخم ربما سوف يكون من الصعب على المركز الأوروبي العودة مرة أخرى لتبني سياسات يعني متشددة. بالتالي ممكن يكون التمهل هو أكثر يعني حنكة من قبل المركز الأوروبي في عملية تقليص أكبر في أسعار الفائدة، والنظر على أن يكون التضخم نحو المسار المستهدف عند 2% واستقرار في تلك القراءات. لأنه إذا بدي أقارن الاقتصاد الأمريكي مع الاقتصاد الأوروبي رح لاقي أنه بيانات التضخم التي تأتي من أوروبا نوعا ما نسبيا مرتفعة عن تلك التي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يضع نوعا ما صعوبات أكثر على المركز الأوروبي، ما عنده المرونة الكبيرة بأنه يكون، خصوصا أنه أسعار الفائدة هي أقل ومع ذلك عم نشهد ارتفاعات على اليورو. نسبيا ممكن يكون المركز الأوروبي أكثر تمهلا في تبني نهج متيسر وأسعار فائدة أقل، وإن كان ذلك على حساب بعض النمو دون أن يكون هناك مخاوف من خروج التضخم عن السيطرة مرة أخرى، وخصوصا في فترة نحن عم نشوف أنه المنطقة الأوروبية تقع تحت ضغوط، سواء كانت الحرب الروسية الأوكرانية أو سواء كان يعني الضغوط الاقتصادية على بعض البلدان داخل منطقة اليورو. حتى ألمانيا البيانات السلبية نحن لا تزال تأتي من الاقتصاد الألماني وهو أكبر اقتصاد في الولايات في منطقة اليورو. بالتالي التبني السريع لأسعار فائدة أقل ربما سوف يخل بالميزان اليورو أمام الدولار الأمريكي وربما يضغط على أداء الاقتصاد. شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. شكرا لك.